السلام عليكم. دراسة التاريخ من الأدوات المهمة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، فأخذ العبر والدروس منه هو سنة القادة والمصلحين ومن أراد التغيير على هذه الأرض. ضيفنا في هذا اللقاء الخاص باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، حاصل على ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، وهو عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، ورئيس تحرير مجلة أنصار النبي. صدر له 13 مؤلفا، منها رحلة الخلافة العباسية 3 مجلدات، نحو تأصيل إسلامي لعلم الاستغراب، وأخيرا كتابه في أروقة التاريخ. نحاول أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة أن نتعمق أكثر في أبرز البحوث التاريخية التي نشرها ضيفنا، لعلنا نفهم حركة التاريخ وكيف يمكن أن تنعكس على الواقع، واقع الأمة التي تتفاخر بأمجاد ماضيها بعيدا عن القدرة على صناعة حاضرها ومستقبلها. أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. مرحبا بك، حياكم معنا الله في هذا اللقاء. أخي أسامة، جزاكم الله خيرا، ونتقدم لك بالتهنئة الحارة على إصدارك لهذا الكتاب في أروقة التاريخ. الله يكرمك ويبارك، ونتمنى لك مزيد من التوفيق إن شاء الله. عزكم الله، أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك به. آمين. قبل أن ندخل إلى تفاصيل ونتعمق أكثر في البحوث التي جمعتها في هذا الكتاب الجديد، نريد أن نتعرف على ما يشغلك في موضوعات التاريخ، وأنت تعيش في هذا الزمن تحديدا. نعم. زمن المغالبة وزمن التفوق الغربي على العالم العربي والإسلامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة الكريمة والتهنئة الكريمة، ونسعد بالصحبة. هو بداية أنا أصلا خريج هندسة، وإنما كان تحولي إلى التاريخ هو جزء من محاولة الإجابة على أسئلة الواقع. أي إنسان يعني يستشعر الهموم التي تعيشها الأمة الإسلامية الآن، فدائما ما يحب أن يسأل لماذا وصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه، وكيف يمكن أن ننهض ونتغير ونبدل هذا الحال الذي نحن فيه. هذا السؤال بطبيعته ويعني بمجرد أن يطرح يأخذك إلى باب التاريخ. نعم. فكانت هذه هي البداية في حقيقة الأمر، وهذا السؤال انبثق عندي وصار ملحا لما كنت في كلية الهندسة، وفي ذلك الوقت عزمت أن يعني أن أتحول إلى هذا الباب. نعم. حركة الإنسان، يعني نحن الآن عايشين في هذه الأيام، نحن لسنا بدعا من الأمم، إحنا لا نعيد اختراع العجلة. يعني الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني ظاهرة النبوة والرسالة ليست ظاهرة جديدة. نعم. ولذلك قال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني سيرة الأنبياء هي سيرة متكررة، فلذلك مسألة السنن وتكرر السنن شيء أشار لها القرآن الكريم في أكثر من موضع. نعم. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكان ابن تيمية له عبارة لطيفة بيقول إنه لولا أن السنن تتشابه وتضطرد لم يكن للأمر بالاقتداء بها معنى. نعم. يعني هو أنت بتقتدي بالتاريخ علشان هو إيه؟ بيضطرد ويتكرر، وإلا لو هو بيختلف ما كانش هيبقى فيه معنى فلذلك بعض الأمور يعني أنت في حياتنا الشخصية، الحياة البسيطة القصيرة، لو عايز تروح أي مكان، يعني لو عايز أشتغل في القناة عندكم هجيب السيرة الذاتية. ما هي السيرة الذاتية؟ هي التاريخ، هي تاريخي الشخصي الذي يثبت أنه ماذا فعلت في هذا المجال الذي أتقدم الآن لشغل وظيفة فيه. بعض الأحداث تكون أكبر من عمر الإنسان القصير. نعم. مسألة قيام الأمم، مسألة سقوط الأمم، الحضارات، هذه مسألة لا يحتويها الإنسان في عمره القصير. فلذلك احتاج البشر إلى أن ينظروا في التاريخ لكي يحاولوا الاستفادة منه في واقعهم الحالي. ومن لم يتعظ بالتاريخ فإنه يكرره.
لذلك يقولون التاريخ يعيد نفسه. نعم، وهو هل في الواقع يعيد نفسه أم نحن نخطئ في فهمه؟ لا، هو لو نحن استفدنا منه فإننا نكرر تجربة ناجحة، نعم، ولو لم نستفد منه فإننا نكرر تجربة فاشلة أو مخفقة ونستخدم هذه العبارة. نعم، ففي كل الأحوال هناك اضطراد في السنن، لكن يعني أن تستفيد منه هذا يجعل تجربتك على النحو الذي تريد، يجعلك تستخدم السنن وتفقه السنن لكي تتحرك منها إلى الوجهة التي تريد. فلذلك قالوا من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وابن خلدون كان يقول، ابن الأثير كان يقول، فإن القادم فإن الآتي أشبه بالماضي من الماء بالماء. نعم، فنفس الفكرة، لأنه يقول إنه ما حدث شيء في زماننا هذا إلا وقد تقدم في الزمان السابق، يعني ما هو مثله أو شبيهه. يعني فعلا أنت حين يعني إذا جالست بعضا من يتعمقون في دراسة التاريخ لا يكاد يوجد موقف إلا ويستطيع أن يجد له الشبيه من الأحداث التاريخية، لأنه طبيعة الإنسان هو الإنسان، وكذلك طبيعة الأمم هي الأمم، وبالتالي نعم فالتكرر. لكن هذا في الحقيقة أستاذ محمد ما تفضلت به من توطئة مهمة تدفعني للسؤال عن كيف نقرأ التاريخ. نحن قرأنا التاريخ، لا يوجد إنسان لم يقرأ التاريخ، خاصة في منطقتنا الإسلامية والعربية. تاريخنا الإسلامي وتاريخنا العربي كله قرأنا بطريقة أو بأخرى، لكن على أي نحو يجب أن نقرأه أو كيف نفهمه حتى نستفيد منه؟ وهذا هو المهم. طبعا هذا سؤال كبير، وهو هو الذي احتارت فيه العقول. ولكن يعني خلينا ندخل السؤال ده علشان أقول لك إيه، في معركة مشهورة بين الفلاسفة والمؤرخين. نعم، الفلاسفة الفيلسوف هو رجل صاحب نظرية في الحياة، بيقول إنه هذه الحياة تسير وفقا لهذا القانون، ولكي يثبت أي نظرية لابد أن تكون له العدة التاريخية التي يقول بها إنه دليل نجاحي في هذه النظرية إنه تصدقها الحوادث التاريخية. الجماعة المؤرخين على النحو الآخر شايفين أن الفلاسفة بيثبوا إلى تكوين نظرية قبل أن يكتملوا من العدة المعرفية التي تؤهلهم لتكوين نظرية، فلذلك يقولون دائما بأنه إيه، هذه القراءة فيها نقص، وهذه القراءة فيها سطحية، وهذه القراءة. فهذه معركة مستمرة بين الفلاسفة والمؤرخين، والفلاسفة ينظرون للمؤرخين باعتبارهم يعني إيه، ناس بيفكروا في التفاصيل والجزئيات وسطحيين، والمؤرخين بيشوفوا أن الفلاسفة هم جماعة إيه، معتمدين على عقولهم وعلى تصوراتهم أكثر ما هم معتمدين على ليس واقع. هناك ثمة مساحة للالتقاء بين الفريقين، وهناك من يجيد الأمرين، لكن أنا بحكي لك الظاهرة العامة. نعم، يعني. نعم نعم. فكيف نقرأ التاريخ؟ نحن باعتبارنا مسلمين، فأصول فهم حركة التاريخ موجودة في القرآن والسنة، ولذلك حصل افتراق بين المدرسة الإسلامية التاريخية وبين المدرسة التاريخية الغربية، وهذا الافتراق واضح جدا ونحن نعاني منه في عصرنا الآن. يعني الآن تجد إنه كثير من المعاصرين إذا مسكوا الكتب القديمة التي كتبها أسلافنا المؤرخين، الطبري وابن الأثير وابن كثير، ما يحسوش إن هم قدام قصة جميلة مكتملة الأركان، لا، يحسوا ان هم قدام اخبار متناثره، كان انت قاعد قدام مكنه صحافه عماله تقول لك اخبار، وفي سنه كذا حصل كذا، وفي سنه كذا حصل كذا. بينما الكتب المعاصره هي كتب انت لما بتمسك الكتاب بتقرا قصه اولها واخرها وتحليلها وتفسيرها. نعم. اصل هذه المشكله هو الخلاف بين المدرستين الاسلاميه والغربيه. المدرسه الاسلاميه مدرسه اصول فهم الحياه فيها موجود في القرآن والسنة، فعلشان كده كانوا المؤرخين ما بيحاولوش يدوروا في التاريخ على نظرية، وإنما التاريخ في المدرسة الإسلامية هو التسجيل. نعم. هو التوثيق للوقائع فقط، الوقائع والأحداث. نعم. أما الاستفادة منها فلا تطلبه عند المؤرخ، الاستفادة منها لأنه القرآن موجود في التفسير وفي الأدب والتزكية والرقائق، وموجود في حتى في الفقه، وتجد العلماء المسلمين لهم تراث عظيم في الاستفادة في علوم النفس والاجتماع، لكن ليس مبثوثا في
الكتب المتخصصة على هذا النحو. لكن المدرسة الغربية حيث أنها دخلت في عصر العلمانية ورفضت الإله ورفضت أي ما وراء الطبيعة، يعني رفضت أي نظرية غيبية، فبقت بتحاول تفهم من التاريخ القواعد المنظمة لحياة الناس. فعلشان كده صار كل مؤرخ يجب أن يكون ذو نظرة تحليلية تفسيرية للواقع. يعني لو قلنا دلوقتي إحنا في قناة الرافدين، فهنلاقي مثلا القناة لما بتيجي تتناول أخبار، في مراسل موجود في المكان الفلاني ده مهمته نقل الأخبار، وفي محلل موجود في الاستوديو ده مهمته تفسير الخبر. المدرسة الغربية جمعت بين هاتين الوظيفتين، لازم المؤرخ يبقى راصد للحدث وعنده قدرة تحليلية تفسيرية. بينما المدرسة الإسلامية لأنها ما كانتش أصلا بتدور على نظرية، حيث أن النظرية موجودة بالفعل في القرآن والسنة، اكتفت بالنقل، فاكتفت برصد الحدث. طبعا هل معنى كده أنه يعني أيهما أفضل؟ هندخل في التفريق بين المدرستين، أن أنت تقرأ كتاب بيقول لك القصة من أولها لآخرها، ولا تقرأ كتاب بيقول لك الأحداث والوقائع. من أهم عيوب المدرسة الغربية أنت لما بتجبر كل مؤرخ أنه يبقى مؤرخ وفيلسوف، فليس كل الناس يطيق هذا. فلذلك بيضطر المؤرخ إما أن يستند إلى فلسفة سابقة له يحاول أن يثبتها بدراسته التاريخية، أو أنه هو يبتكر نظريته التي يفسر بها، وقد يخفق، قد يكون مؤرخا مجيدا ولكن لا يكون محللا ومفسرا مجيدا. هل يعني أنا أشكرك على هذه الإشارة، يعني هذه يعني دفعتني إلى قبل الانتهاء من استكمال الإجابة لأنها تبدو طويلة، لكن تدفعني لسؤال آخر حول تأثير ذلك على 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 صناعة الحدث والحاضر والمستقبل فيما بعد. يعني بهذه الطريقة أظن أن الغربيين استفادوا فعليا من التاريخ، واستطاعوا بالفعل أن يستفيدوا منه في حاضرهم وفي بناء مستقبلهم، على العكس من العرب الذين أو الشرق الذي اكتفى بالقرآن الكريم والسنة النبوية في تفسير الأحداث والظواهر دون المقدرة على تحليل الأحداث التي يقوم بها البشر. هو طبعا إحنا إذا قارنا بين الغرب وبين وضعنا الآن فلا بد أن سنبدو متخلفين. لكن حين نرجع بالزمن إلى الخلف فلا، سنجد إنه المسلمين وظفوا سائر العلوم، ولكن كانت مرجعية القرآن والسنة مرجعية قادرة على التفسير والهداية. يعني مثلا المدرسة الإسلامية التاريخية أصولها واحدة، لكن الغرب مليء بالمدارس، يعني هناك قراءة ماركسية للتاريخ، ترى في كل حدث صراع بين الطبقات، هناك قراءة قومية ترى في كل حدث صراع بين الأجناس، هناك قراءة يعني نستطيع القول مادية ترى في كل حدث نوع من الصراع المادي. فبالتالي هم عندهم غابة من الأفكار لا يستقرون بها على قرار. فنحن عند المفاضلة سنأتي إلى أنه تفوق المدرسة الإسلامية بلا شك، لكن عايز أقول أن الثمرة الإسلامية لا تظهر في كتب التاريخ كما تظهر في كتب التاريخ الغربي، وإنما تظهر في كتب السياسة الشرعية مثلا. يعني حين تقرأ في كتاب السياسة الشرعية، واحد فقيه رافع للسلطان كتاب السياسة الشرعية، تجد إتقانا للتاريخ. حين يكتب مثلا أحدهم في علم الاجتماع مثل ابن خلدون، تجد قوة وقدرة على التفسير التاريخي. يعني حتى أرنولد توينبي مثلا المؤرخ المعروف البريطاني المعروف كان يقول عن مقدمة ابن خلدون إنها أفضل كتاب كتبه بشر. وهذه يعني شهادة كبيرة، وابن خلدون يبدو شامخا لأنه سبق الذين حاولوا فلسفة التاريخ من الغربيين بثلاثة قرون على الأقل. فهنا المقارنة تنعقد بين أمتين في ازدهارهما لكن وليس طبعا نعم بلا شك. وليس لكن أنا كنت أعني أنه قراءة التاريخ اليوم بالمعنى في حاضرنا. خلينا نواصل. فالآن أنت حين يكون لديك قراءة إسلامية للتاريخ، تقول كيف نقرأ التاريخ؟ لما نبقى احنا مسلمين ولدينا المرجعية الهادية من القرآن والسنة، فهذا يجعلنا نذهب إلى تفسير الوقائع التاريخية الأفضل تفسير ممكن. يعني كثيرا ما يكون التاريخ مخالفا للمنطق. يعني الآن أنا أتحدث مع أخي يونس أبو جراد من فلسطين. إذا نحن نتحدث بالمنطق فلا يتوقع مثلا أن اليهود يكونون أعداء للأمة الإسلامية أبدا، لأن اليهود لم يكونوا يعيشون حياة كريمة إلا في ظلال الأمة الإسلامية عبر تاريخها. وأنا في هذا الكتاب لدي بحث عن اليهود في ظلال الأمة الإسلامية
من شهادات المؤرخين اليهود، يعني لم نتكلم نحن. ومع ذلك، لو أنك تقيس الأمور بالمنطق فإنك تقول لا يمكن أن ينقلب اليهود على الأمة الإسلامية وأن يشاركوا في استعمارها وأن تكون لديهم الرغبة والدافعية إلى انتزاع. هذا المنطق، ولكن التاريخ يقول عكس ذلك. من أين تفهم هذا؟ تفهمه من قول الله تعالى الذي يشرح لك ويشرح طبائع اليهود وطبائع المخالفين، فتظل رغم أنك عاملتهم معاملة كريمة إلا أنك تظل دائما منهم على وجل، وتعرف أنهم إيه وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وهكذا. فالمرجعية الإسلامية هي مرجعية تفسيرية لوقائع التاريخ. فهنا ما الخطأ الذي يمكن أن نقع فيه نحن كمسلمين؟ هذا هو السؤال. أن نقرأ التاريخ قراءة مناقبية فضائلية، أنه نظل، أنا أحب الأخ يونس فأسر التاريخ الأخ يونس على اعتباره الرجل الذي لم يتكرر، وهذا ربما أكثر ما يميز الحركات الإسلامية في واقعنا في التاريخ المعاصر. هي أنها تنظر إلى هذه الجوانب المناقبية والفضائلية من التاريخ. صحيح، وهذا يمنعها من الاستفادة من التاريخ. يعني الحركات الإسلامية، أنت الآن حين تنظر لا تكاد تجد حركة إسلامية كتبت تاريخها كتابة موضوعية ثم نقدته فحددت المخطئة وحددت أين أخطأ ثم قررت أو أصدرت توصيات كيف يمكن أن نعالج هذا الخطأ إذا تكرر. لماذا لا توجد هذه العقلية؟ ما التفسير؟ هذا من الفساد ومن الأزمة التي توجد في الحركات الإسلامية. لماذا ظهر هذا؟ حديث آخر، لكن أحد مظاهره وعوارضه أنه تجد الحركة الإسلامية كثيرا ما ضربت وتكررت عليها الضربة بنفس التفاصيل ولم تتعظ، وبعض شهود عيان الضربة الأولى هم الذين تلقوا الضربة الثانية أيضا. يعني كانوا يقولون السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه، وبعض الناس لا يتعظ حتى بنفسه، هو تلقى الضربتين، تلقى الضربة الأولى وتلقى الضربة الثانية. فهنا تنظر وتجد لماذا؟ لأنه لم يجري أبدا تقييم للضربة الأولى، وإنما صيغة تاريخ الحركة الإسلامية باعتبار هؤلاء كانوا أبطال وكانوا رموز وما جرى عليهم كان فوق إرادتهم وكانت المؤامرة كبرى ونحو ذلك. هذا يمنع من الاستفادة من التاريخ، وهذه أزمة كبيرة جدا. هل في ذلك، لا أعرف إن كانت كلمة خداع أو مواربة أو سمها ما شئت، للأجيال عندما تمارس هذه الحركة الإسلامية هذا العمل، لا أعرف بوعي أو أم بدون وعي، أم أن هناك أهداف ما هو أهم من قضية أن تعلم التاريخ على أصوله، كيف تنعكس على الأجيال القادمة؟ ينعكس عليها في، يعني إذا لم يكن المنهج صحيحا فإنه ينعكس عليها في تكرار هذه العملية. إن الحركة الإسلامية تلد، عايز أقول إيه، تنمي الجهاز التبريري، وتلد الشخصيات المدجنة أو تطبعهم، فتنفي عن نفسها من يمكن أن ينقد أو أن يحاول تصحيح المسار، وهذه أزمة كبيرة. يعني أنا مما لا أنساه أبدا، وهذا يعني يوجد في سياقنا مسألة التعلم من التاريخ، هذا مثال كررته وأحب أن أكرره، إنه الحملات الصليبية، عند الحملة الصليبية الخامسة، إحنا عندنا أربع حملات، ثلاثة منها جاءت إلى الشرق والرابعة انحرفت إلى القسطنطينية لظروف أخرى، لكن الحملة الخامسة حين جاءت قرر ملوكها أنه ليس، يعني كان من الخطأ أن الحملة الصليبية الأولى توجهت إلى الشام، ينبغي أن نتوجه إلى مصر أولا، لأنه لما توجهنا إلى الشام وتركنا مصر استطاع المسلمون أن يوحدوا الشام ومصر، فكانت مصر مددا للشام، وبالتالي فالحركة الخامسة، الحملة الصليبية الخامسة جاءت إلى مصر ولم تذهب إلى الشام، استفادت وكان مقصدها أن تساوم احتلال القاهرة بتسليم بيت المقدس، وكاد أن يفعلها الكامل الأيوبي، وكادوا أن يفعلوها، ثم تكرر نفس هذا في الحملة الصليبية السابعة، ثم فشلوا لظروف أخرى. الآن حين
انتهت الحملات الصليبية، وكتب مؤرخ الكنيسة مارينو ساوندو تورسيلو تاريخ الحملات الصليبية، سجل هذه التوصية إنه إذا أرادت أوروبا غزو الشرق مرة أخرى فيجب عليها أن تبدأ من مصر ثم إلى الشام. فانظر إلى الحملات التي جاءت بعد ذلك. نابليون جاء إلى مصر ثم ذهب منها إلى الشام أخفق، وجاء الإنجليز من بعده فاحتلوا مصر ثم احتلوا فلسطين بعد ذلك، ولا تزال هذه المشكلة معقدة حتى الآن. فبالتالي ترى هنا استفادة من التاريخ، من تجربتهم التاريخية، وهكذا يعني مسألة الاستفادة من التاريخ. لكن دعنا في هذا المحور حتى ننتهي منه. بالنسبة للحركات الإسلامية وضرورة أن تستفيد من التاريخ في مناهجها وتعليمها، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك بالسلب أو بالإيجاب على الواقع، هل ثمت نصيحة أو ثمت توصيات في هذا الجانب؟ التوصية الأهم هو أن تسعى الحركة الإسلامية إلى زيادة الباحثين في التاريخ في أبنائها، وأن يبحثوا في التاريخ بمنطق المتأمل المتدبر المتفقه في التاريخ، ليس بمنطق المبرر أو من يريد أن يكتب للحركة الإسلامية ولشيوخها مناقبهم وفضائلهم. هذا هو المهم. وأنت الآن إذا نظرت في عموم الحركات الإسلامية، ما أندر المؤرخين في صفوف الحركات الإسلامية، ما أندرهم، وهؤلاء الندرة ما أندر فيهم من يتحدث بمنهج التفقه والتأمل. نعم. حتى هؤلاء الندرة يسلكون مسلك التبرير والتعظيم وكتابة التاريخ المناقبي، الذين وأحيانا يستدلون بالتاريخ لتصحيح منهج الحركة، يعني وليس العكس. تعرف يقولون يعتقد ثم يستدل. نعم. فهذا يحصل أحيانا، ولذلك تبرز هذه المشكلة. أنت حين تنظر في مثلا، ننظر إلى أعدائنا، يعني كيسنجر مثلا أحد أشهر الأسماء. كيسنجر ما زلنا نحن الآن، هو طبعا ما يزال حيا، هو حاليا 99 سنة، لكن كيسنجر هو المهندس الأول لتطبيع علاقات إسرائيل بالعالم العربي. هذا المهندس الأول ما يزال أثره بعد 50 سنة حيا، والآن كما يقول أحمد مطر لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. كيسنجر أصلا مؤرخ، ورسالته للماجستير وللدكتوراه في فقه، في فلسفة التاريخ، طبعا نحن نسميه فقه التاريخ كلفظ إسلامي، لكن هي في فلسفة التاريخ. والرجل له كتاب في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية من مجلدين. فتخيل حين يجلس رجل وقد هضم تاريخ الدبلوماسية الأمريكية في رأسه، مع عدد من العساكر، مع عدد من الجهلاء تماما بالتاريخ، كيف يمكن أن يتلاعب بهم؟ فأنت الآن يعني أمام مرحلة، يعني أمام وضع العلم فيه لم يعد رفاهية إنما صار ضرورة. وطبعا لا أتكلم عن كيسنجر باعتباره المثال الوحيد، وإنما يعني الأمثلة كثير. فالخلاصة هنا إنه الذين يعني إذا كنت لا تفقه الأبعاد التاريخية لأي قضية، فإنك لا يمكن أن تتوصل إلى حلها حلا صحيحا. نعم. حتى البعض من أبناء الأمة، أنت تعرف نحن أمة ضعيفة الآن، مغلوب على أمرها، يقول ماذا سنستفيد من قراءة التاريخ ووعي التاريخ بالشكل المطلوب؟ يعني هل سنجد النجدة ونجد العون من التاريخ للخروج من المآزق التي نحياها؟ بعضهم يفكر بهذه الطريقة، يقول دعونا نفكر بآليات أخرى وأدوات أخرى قد تنهض بنا. صحيح. من هذا الغلب اللي احنا فيه. هل هذا صحيح أستاذ محمد؟ وهل بالإمكان بالفعل أن نجد في التاريخ ما يمكن أن يخلصنا أو يساعدنا على الخروج من هذه، من عنق الزجاجة الذي نعاني فيه؟ هذا هو الفارق بين التاريخ والمنطق. نعم. يعني من يقولون هذا الكلام يتصورون أن حسن التفكير في أمر ما يهدي إلى الحل الصحيح، ويتناسون أن حركة الإنسان ليست بالضرورة حركة هندسية منطقية رياضية. ولذلك كثيرا ما يخالف التاريخ المنطق كثيرا، وذكرت منها مثال اليهود أنهم لا يمكن أن ينقلبوا على الأمة الإسلامية، لكن مع ذلك إذا نظرت في التاريخ رأيت هذا. مثلا نحن الآن يعني في أجواء التجربة التونسية باعتبارها تجربة حية وحاضرة. نعم. الآن نعم. المنطق يقول إنه الطريقة التي اتخذتها مثلا حركة النهضة. نعم. في إيثار التوافق لتحقيق اللحمة الوطنية والتنازل عن المناصب المستحقة لها في سبيل أن تكون تكتلا من الثوريين يعارض عودة النظام القديم، المنطق يقول ماذا؟
يقول أنها ستجد الأيدي ممدودة إليها ويتم التعاون ضد النظام القديم وبالتالي تنجح الثورة. طيب نحن الآن بعد 10 سنوات نرى يعني نتيجة هذه العقلية، لكن المنطق الذي قادت به الثورات عبر التاريخ، الثورات التي نجحت هي الثورات التي نجحت في الحسم، وهي الثورات التي تولاها عقائديون. عامة الثورات لا تنجح بالتكتلات المتشاكسة، لا يوجد هذا. فهذا كلام تقرأه في التاريخ بوضوح، تقرأه في علم نفس الجماهير، في علم الاجتماع السياسي، والغفلة عنه هي التي تأتي إليك بهذه الأفكار. إذا لم نقرأ هذا التاريخ فعلى الأقل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن النبي هو مجرد داعية يريد حرية الدعوة لكان ذهب إلى المدينة فدخل في جوار عبد الله بن أبي بن سلول وقد كان رئيسا توافقيا كادوا أن يلتقوا عليه وكانوا ينظمون له الخرز، خلاص سيتوج ملكا. ومع ذلك فالنبي لم يدخل تحت هذا النظام القائم ولم يطلب فقط حرية الدعوة، وإنما أسس نظاما جديدا وأزال هذا النظام الذي كان قائما. فهذه أمثلة الغفلة عنها تؤدي إلى أن تتكرر علينا المصائب. فما بالك إذا كانت الأحداث تتكرر في غضون عقود؟ نحن لا نتكلم عن قرون، نحن نتكلم عن بضعة عقود، يعني تتكرر فيها الأحداث والثورات بشكل يعني من المعيب ان 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 يعني يتكرر علينا نفس بالضبط. طيب احنا حتى نستفيد من هذا الوقت المتبقي وهو وقت قصير بكل تاكيد، هناك يعني قبل ان ناتي الى كتابكم الاخير في اروقه التاريخ وابرز البحوث التي اشتمل عليها، مساله الاستفاده من موضوع الاستشراق، انت كتبت في هذا مجموعه من المقالات الاستشراق بكل مراحله، حصاد الاستشراق، الانجازات، الاخفاقات، وتساءلت هل انتهى عصر الاستشراق؟ كيف يمكن ان نلخص هذا الموضوع؟ وهل بالفعل لدينا القدره اليوم على تاسيس ما يسمى بعلم الاستغراب؟ نعم، بارك الله فيكم. هذا ايضا سؤال ضخم. نعم. الاستشراق هو الحركة التي بدأت في أوروبا لكي تفهم وتدرس سر تفوق المسلمين. هذه الحركة كبذور ويعني كمجهودات فردية بدأت منذ بدأ الإسلام، يعني منذ بدأ الإسلام وجد من يحاول أن يفهم لماذا انتشر هذا الدين وانطلق هذه الانطلاقة الكبرى. لكن حركة الاستشراق كحركة علمية لم تبدأ إلا حين دعمتها السلطة، كان وراءها الكنيسة، وأول المستشرقين هو أحد الباباوات روما. هذا كان درس في الأندلس ودرس في المغرب، هذا رجل مشهور. فحين بدأت السلطة تدعم حركة الاستشراق، إذا بحركة الاستشراق تنمو وتتضخم وتصير حركة عارمة يعني تنطوي تحتها على طاقات كثيرة. هنا سنجد أن أحد الدروس التي نستفيدها أنه لا يمكن للأمة المتخلفة أن تدير بحثا علميا قبل أن تتحرر أولا، يعني لولا أن تكون ثمة سلطة تدفع بالباحثين إلى أن يدرسوا في هذا الباب فلا يمكن لهم أن يتحركوا. طيب، فهذه الحركة، حركة الاستشراق التي استهدفت أولا أن تفهم ما عند المسلمين، حين جاء عصر الاستعمار وعصر الذي انقلبت أوروبا علينا فيه، صار هؤلاء المستشرقون هم العين التي تبصر وتحلل. فمع كل قصة استعمار، وربما قلنا قبيل كل قصة استعمار توجد قصة استشراق، يعني هناك من جاءوا إلى بلادنا ودرسوها وقدموا التقارير التي جاءت بالجيوش لكي تستطيع أن تدمر بلادنا أو تستعمرها. ولذلك أنت ستجد مثلا الحملة الصليبية الأولى، الغزو، الحملات الأولى التي جاءت من الغرب، هذه حملات كانت حملات إبادة وإحلال وطرد للسكان. نعم. بينما الحملة الفرنسية لم تأتي هكذا، وإنما جاءت بمنطق استعماري، وجاء نابليون وهو يزعم أنه مسلم ويزعم أنه يحترم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مخلص للسلطان العثماني ويحضر مجالس الصوفية ويعني ويزعم الإسلام، لأنه يعرف أن هذا المدخل هو الذي يجنبه عداوة المشايخ وعداوة الأمة وبالتالي يسهل عليه عملية الاستعمار. هذه معلومة لم يكن ممكنا أن تأتي إليه إلا من خلال حركة استشراقية.
فحتى نابليون يكتب في مذكراته أني يعني هم المشايخ حاولوا أن يحرجوه، ما هم مش مصدقينه يعني، حاولوا أن يحرجوه فقالوا له يعني يجب عليك أن تختتن وأن تمتنع عن شرب الخمر. فهو برضو استوعب هذا الطلب الغريب وقال لهم والله معلش احنا الاوروبيين تركيبتنا الجسميه ضعيفه، فالختان ده ما ينفعش معانا، واحنا برضو كاوروبيين نشانا في بلاد بارده فما نقدرش نستغني عن الخمر، لكن قولوا لي اعمل ايه علشان ابقى مسلم صالح. يعني هو برضو انحاز امام هذه الرغبه وحاول ان يحصل على فتوى تجيز له شرب الخمر ويعني تعفيه من الختان. فهنا أنت تجد العقل الاستعماري المزود بالآلة العلمية بالمعلومة. نعم. طيب هذه حركة الاستشراق ما تزال تنمو وتتضخم وتزيد حتى وصلنا الآن إلى فجوة هائلة وكبيرة فعلا بين الدارسين الغربيين للإسلام وبين المسلمين. يعني الحقيقة أنا ما أراه في كتابات وبحوث وتقارير الباحثين في الحركات الإسلامية أكاد أجزم أنه لا يصل إليها الحركات الإسلامية نفسها. يعني أنا وجدت يعني قدر لي الالتقاء مع بعض المستشرقين، فأن تجد مستشرقا فرنسيا يعرف مثلا خريطة الحالة السلفية في مصر أكثر مما يعرفها الإخوان اللي موجودين في مصر والتبليغ اللي موجودين في مصر. هذا أستاذ محمد يجعلنا ليس فقط الحركات الإسلامية، العالم العربي والإسلامي كله يعيش وكأنه تحت المجهر. نعم صحيح. ويستطيعون التحكم بنا شعوبا وأنظمة وكذا بشكل دقيق جدا. وبلغ من سطوتهم وقوتهم أنهم ينشئون معاهد تخريج المستشرقين في بلادنا. يعني الآن أنت يمكنك أن تحسب في العالم العربي كم كلية وكم منحة دراسية لا تدرس إلا بالإنجليزية والفرنسية. يعني العربي الذي لا يجيد الإنجليزية والفرنسية لا يستطيع أن يستفيد من هذه المنحة. من يستفيد منها؟ المستشرقون. فنحن بأموالنا وفي جامعاتنا نخرج جيلا آخر من المستشرقين الذين يدرسوننا بأموالنا نحن. نعم. وأنا أتذكر من اللقاءات التي لا أنساها كان أحد رجال المخابرات الألمانية كان في برنامج أحمد منصور شاهد على العصر. نعم. فكان بيقول إن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كان عندها فقر في قراءة العالم العربي، كانت ألمانيا مدمرة. فماذا فعلوا؟ الجامعات الألمانية استقدمت شبابا من العرب على شرط أن رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي ستكتبها تكون في شأن يختص بالعالم العربي بالبلد اللي أنت جاي منها. وكذلك الطلبة الألمان الذين لديهم هوى أن يدرسوا في الشرق تعطى لهم المنح والبعثات لكي يذهبوا. وبالتالي فاستطاع جهاز المخابرات الألماني أن يستعيد بسرعة كمية كبيرة من المعلومات عن هذا العالم العربي. يعني الآن أنت حين تنظر في السياسة المعاصرة تجد مثلا أنه الأتراك أقل خبرة بالعالم العربي رغم اتصال الجغرافيا والدين والثقافة من الأمريكان. يعني الأمريكان والإنجليز تجد لديهم في كل بلد بديل وبدائل سياسية يراهنون عليها فضلا عن كتل اجتماعية ويعني سياقات ثقافية، بينما لا تجد عند مثلا الأتراك هكذا. ولذلك يسهل أن يتورط التركي في القضية السورية أو في القضية الليبية أو في غيرها، بينما لا يكون هذا عسيرا على الإنجليزي والأمريكي والفرنسي بهذا القدر، لأنه هناك كمية معلومات وعدد من الباحثين ومراكز الدراسات التي تفتح لهم هذا المجتمع يعني وتجعله منظورا أمام أعينهم. نعم، ولا سيما في الجانب التاريخي منه. يعني يعتقد بأن حركة الاستشراق بالأساس ركزت على الجانب التاريخي قبل كل شيء قبل أن تركز على باقي المجالات. طيب إحنا هل هذا يمكن أن يكون بابا أمام المؤرخين المسلمين والعرب الطامحين إلى تأسيس علم الاستغراب إنجاز التعبير؟ هو ستظل يعني مرحلة ما قبل تحرر بلادنا ستظل المجهودات المبذولة فيها مجهودات فردية، وهذه المجهودات الفردية ليست بلادنا حرة يعني؟ لا طبعا، بلد البلد الحر هو البلد أنا أحسبها مستقلة يعني هذا هو كما يسمونها أحيانا في بعض الدراسات الحديثة الخرائط الشفافة. يعني هناك خرائط تبدو مستقلة وهناك خريطة شفافة تشرح لك معنى النفوذ. نعم. يعني أنت حين تنظر إلى القواعد الأمريكية الموجودة عبر العالم
فأنت تدرك الخريطة القوة الحقيقية الموجودة في هذا المكان. الأمة الحرة هي الأمة التي تستطيع أن تختار ممثليها وأن تكون سلطتها مخلصة لها ولأهدافها. هنا في هذه اللحظة تبدأ يعني العجلة تدور في سائر المجالات، من أول مجال التصنيع العسكري، إن الأمة تستقل في سلاحها والغذاء أن تكتفي بنفسها، وحتى الدواء أن تصنع دواءها وتكتفي بذلك. نعم. وحتى الدراسات التي يستهدفون بها معرفة الأمم الأخرى. وإلا فالآن كثير من الجامعات العربية مناهجها الإسلامية هي مناهج استشراقية، يعني الطلبة العرب ينظرون إلى تاريخهم بعيون المستشرقين، وباقي المواد والعلوم هي علوم علمانية بالأساس. نعم، هي علوم علمانية أو يتم توظيفها هذا التوظيف العلماني. نعم. وفضلا عن أن هذا الغرب يحافظ على فجوة العلم بينك وبينه، يعني يكون حريصا على أن نعم على أن يظل التخلف رابضا قبل أن تكون بلادنا حرة. ليس بالإمكان أن نؤسس هذا العلم، تقصد يعني لن يمكن تأسيسه كحركة. نعم. لكن يمكن تأسيسه كمجهودات فردية ومجهودات مجموعات ستكون رائدة ومهمة وقوية، ولكن أن تطمح إلى يعني مثل ما كانت حركة الاستشراق قبل التحرر فهذا يعني صعب جدا. نعم. ما أظنه. نعم. يمكن أبدا. نعم أستاذ محمد، هناك كثير من النقاط والمحاور، لكن لا أريد أن أنسى الدخول إلى إلى تلك الأروقة الجميلة، هذا الاسم المميز. مرة أخرى نهنئكم على هذا الكتاب. وبين هذه الأروقة التي دخلتموها في التاريخ، ما أبرز يعني البحوث أو الموضوعات التي كتبتم بها ورأيتم أنه من الواجب أن تكون بين يدي القارئ العربي والمسلم اليوم؟ نعم، هو طبعا عبر يعني عبر المسيرة في الاهتمام بالتاريخ والكتابة فيه وحضور مؤتمرات وندوات وما شابه، فوجدت أن كثيرا من الأبحاث التي ألقيتها في مؤتمرات أو ندوات أو شاركت بها في أعمال موسوعية أو غيره تحتاج أن تجمع، فكان هذا كان من ثمرتها هذا الكتاب. فهو هذا الكتاب هو مجموعة من البحوث المتنوعة. طبعا أنت نضرب أمثلة يعني. نعم. الكلام النظري ليس مشوقا للجمهور. يعني مثلا من الشبهات المنتشرة والتي يضغط بها العلمانيون والمستشرقون في واقعنا الآن، يستهدفون بها التشكيك في الإسلام، هو أن علم الحديث إنما كتب برغبة السلطة أو على الأقل تحت عين السلطة. يعني أحاديث طاعة الأمراء مثلا، اللي هو من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني مثلا، أو تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويعني مثل هذه الأحاديث التي فيها معنى الطاعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فهناك من الأمور الشبهات الكبيرة هي إنه هذه الأحاديث كتبت إما بضغط السلطة أو ألفها المحدث إرضاء للسلطة ومجاملة للسلطة. طيب هذه المعلومة إذا صحت فقد انهار الدين حقيقة، لأنه دلوقتي إذا صار البخاري ومسلم وغيرهما يكتبان من أجل السلطة، فنحن هذا ديننا، إذن لم يكن هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا دين أبو جعفر المنصور أو المأمون أو غيره. فبالتالي سنحت لي فرصة ثلاث مؤتمرات في وقت متقارب أن أناقش منها هذه القضية. كان هنا مؤتمر في تركيا عن صحيح البخاري، وكان بعده بشهر أو شهرين مؤتمر في المغرب عن الموطأ للإمام مالك، وبعده بشهر أو شهرين مؤتمر آخر في تركيا هنا عن علم الحديث في الدولة العثمانية. فكتبت في كل مؤتمر منها مناقشة لهذه الدعوة السياسية، هل البخاري فعلا، فناقشت مثلا في مؤتمر البخاري أحاديث طاعة الأمراء في البخاري، هل فعلا كانت مكتوبة من أجل السلطة؟ ناقشت في مؤتمر الموطأ فحص دعوة تأثر الإمام مالك بالسياسة وهو يكتب الموطأ. طيب في علم الحديث في الدولة العثمانية، ماذا فعل العثمانيون بالحديث الصحيح الأئمة من قريش؟ نعم. هذا حديث المفترض يعني أنه نعم. يضرب شرعية العثمانيين. نعم. والخلافة عندهم. فهل حاولوا طمسه أو حاول العلماء أن يضاعفوه مثلا؟ ففي هذه الأبحاث إذا ماذا توصلت؟ لا يوجد شك ولو بنسبة واحد في المليون
أن هذه الأحاديث كتبت من أجل السياسة، لا يمكن أن يوجد شك. يعني فعلا إذن علماؤنا، بقيت 10 دقائق لكن أنا آسف للمقاطعة، من أين يأتي المتجرئون بهذه الجرأة للحديث في قضايا، يعني في هذه القضية التي تفضلت بها، قضية الأحاديث النبوية الشريفة، أو حتى قضية مثلا مثل قضية الأقصى المبارك، مكان الأقصى، من أين يتجرؤون على ذلك؟ جميل. المستشرقون لديهم هدفان مزدوجان. الهدف الأول أن يضربوا الأمة الإسلامية في يعني تشكيكها في دينها، هذا من أهم عوامل خضوع الأمة للاستعمار. والأمر الثاني أن المستشرقين أصلا منطلقين من خلفية غربية كان الدين فيها مزاوجا للسلطة. الكنيسة كانت تتحالف مع الإمبراطورية، مع الإمبراطور، وكذلك الإمبراطور كان يعطي للكنيسة مزايا، فهو ينظر إلى تراثنا الإسلامي بنفس العين التي يفسر بها تراثه الغربي. والاتجاه الثالث هو اتجاه العلمانيين الذي نشأ من المستشرقين واتكأ عليهم، لأن هؤلاء العلمانيين أيضا لديهم يعني دوافع وأغراض فكرية بتقول إن إحنا يجب أن نبعد الدين عن الحياة العامة. فهنا تجد أنهم يتمسكون بكل ما يمكن أن يعني يعضدوا هذه الفكرة وينشرها، ويزيدون عليه من جهالاتهم ومن مجازفاتهم ومن مبالغاتهم، لكن ليس في هذا ما يصمد أمام البحث العلمي النزيه. وأنا هنا أشير إلى كتاب متميز في هذه المسألة، كتاب الدكتور إبراهيم العجلان، اسمه المحدثون والسياسة، كتاب فيه 900 صفحة، يناقش فيها هل المحدثون تأثروا بالسياسة أم لا. حتى تجد أنت من أبناء الأمة الإسلامية الغافلين والمخلصين من يتصور أن المحدثين ممكن أن يتأثروا بالسياسة دون أن يدركوا، يعني يتصور أن المحدث ما كانش واخد باله. إذن هذه البحوث في تلك الأروقة للتاريخ لن تكون مجرد بحوث تاريخية تدرس مواضيع قديمة، إنما هي أيضا بحوث تلامس الواقع. نعم، هي كلها، أنا أحمد الله تبارك وتعالى أني لم أحاول أبدا يعني أن أغرد أو يعني أن أتوه في أروقة التاريخ. جميل. لأن هذه الأمور لا ساحل لها، يعني العلم بحر لا ساحل له. أليس هذا يعني مما يصعب المهمة عليك؟ نعم، ولكن أنت تحاول، يعني مهمتنا كمسلمين، يعني الحديث في قضايا قديمة يعني تاريخية قديمة قد يعفيك من البحث والتحليل والاستقصاء، ويعفيك من دخول معارك حتى مع المغرضين وأصحاب الرأي الآخر، لكن هذا ربما يعني دائما يجعلك على تماس. نعم صحيح، ولكن يعني المسؤولية التي كلفنا الله بها أن نسعى في إنقاذ هذه الأمة. نعم. فأنت تحاول أن تأتي من التاريخ بالدواء للواقع، ولا تحاول أن تهرب من الواقع لكي تسرح في مسارب التاريخ. يعني مثلا من يتردد في هذا الكتاب أكثر من بحث عن فترة محمد علي باشا في مصر، وهذه الفترة من أخطر الفترات التي رغم الدراسات الكثيرة التي كتبت فيها لا يزال المسلمون لا يتوقعون مدى ما كان فيها من الخطورة والإجرام. وأنت تعتقد، آسف للمقاطعة السريعة، أنت تعتقد أنه لحظة الضعف الأولى التي أدت إلى احتلال فلسطين هي فترة حكم محمد علي للشام؟ نعم، قولا واحدا من ذلك الوقت. نعم، قولا واحدا. ولولا أنه السياق الدولي لم يساعد محمد علي على إتمام مشروعه الذي تحطم في 1840 لكانت إسرائيل قامت قبل موعدها بنصف قرن على الأقل. لأن محمد علي كان من أهم الساعين في تأسيس كيان يهودي لإسرائيل في فلسطين، وله في هذا كلام، يعني له في هذا إجراءات عنيفة. يعني ستجد هنا بحث عن أوقاف بيت المقدس، كيف تعامل معها محمد علي. الناس يتصورون، يعني الباحثون يتصورون أن محمد علي كان رجلا يريد أن يؤسس دولة حديثة ويريد أن يستبعد الدين. الدولة الحديثة. نعم طبعا، هو مؤسس الدولة الحديثة، هذا لقبه في مصر. لكن لا يعرف الكثيرون أن محمد علي، يعني لو أنك تريد أن تؤسس دولة حديثة تستبعد الدين، فأنت ستكون معاملتك مع المسلمين كما هي مع اليهود، كما هي مع النصارى. نعم. أنت تؤسس دولة تعلو على المنطق الديني. لكن محمد علي حين دخل إلى بيت المقدس، أوقاف بيت المقدس التابعة للمسلمين استولى عليها، أوقاف بيت المقدس التابعة للنصارى واليهود رعاها ونماها وزاد فيها وجعل لها استقلالا ماليا.
هذا أمر لا يتص... أول اعتداء على حائط البراق كان في عهد محمد علي، وفصل فيها محمد علي بنفسه، يعني شوف لم يستطع أن يفصل فيها لا مجلس شورى مجلس بيت المقدس ولا حاكم الشام ولا الحاكم العام للجيوش، بل فصل فيها محمد علي نفسه. ويعني محمد علي اختراق غربي شنيع للحالة الإسلامية. طيب أول سفارة أجنبية في بيت المقدس كانت في عهد محمد علي، لمن كانت؟ البريطاني 1838 أول سفارة أجنبية في بيت المقدس قبل محمد علي. لم تكن الدولة العثمانية تسمح للأجانب أن ينزلوا إلى دمشق، ليس فقط إلى بيت المقدس، أن لا تسمح لهم أن ينزلوا إلى دمشق، وكانوا يجبرون التجار على أن التجار الغربيين أن يأتوا إلى سواحل الشام، فهناك يسلمون بضائعهم للمسلمين، يعني تتم التجارة على سواحل الشام. نعم. لا تتم دون دخول. أستاذ محمد، معذرة للمقاطعة، بقيت معنا 3-4 دقائق بالحد الأقصى، وأنا لا أريد أن أفوت هذا السؤال المهم حول الدروس المستفادة من التاريخ. أنت تعرف هناك مؤرخون كبار وفلاسفة كتبوا في هذا، مثل ويل ديورانت وغيره، كتبوا حول دروس التاريخ، يعني بعد أن كتبوا عشرات المجلدات لخصوها في مجلد واحد وتكلموا عنها وكيف يمكن أن نستفيد منها. من بين كل هذه القراءات، وأنا أريد درسا أو درسين فقط يمكن أن يستفيد منهم المشاهد وحتى الحاكم إذا كان يسمع أو يعقل. يعني خير الدروس هو نحن المسلمون تنسجم في نفوسنا درس التاريخ مع ما جاء في القرآن والسنة من توصيات. هذا أمر مضطرد بالفعل. فمن أهم الدروس إنه الآية الواحدة أو المشهد الواحد أو الموقف الواحد قد يكون هداية لبعض الناس، وقد يكون هو ضلالا لبعض الناس، لأن العقلية التي تقرأ وتفسر هي عقلية مختلفة. يعني الله تبارك وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلذلك أنت قد يحدث أمامك الموقف الواحد، فيعني مثلا أدي لك مثال واقعي. نحن عندنا في مصر مثلا حصل علينا الانقلاب العسكري، فتجد من يقول كان ينبغي أن نقاوم ونكون أكثر ثورية، وتجد من يقول كان ينبغي أن نكون أكثر تنازلا حتى ومرونة. نصل إلى هذه الحالة. فهنا نفس المشهد يفسره الطرفان بوجهين. فلذلك مسألة المرجعية التي تستطيع تفسير الأحداث هي أهم المسائل التي يجب أن يقرأ بها التاريخ. ولذلك من المواقف اللطيفة التي سمعتها من بعض مشايخنا أن الله تبارك وتعالى لم يقل اقرأ فقط، وإنما قال اقرأ باسم ربك. ولو قال اقرأ فقط لكان النبي تعلم القراءة، لكن النبي لم يتعلم القراءة، فدل هذا على أنه لم يكن المعنى هو آلة القراءة، وإنما كان المعنى هو أن تنظر إلى الكون وإلى أحداثه باسم ربك، يعني تنظر من خلال المرجعية الإلهية. فهذا هو ما يفكك وما يفسر هذه الحالة المتشابكة التي تبدو لغير الفهم. للأسف ضاق علينا الوقت حتى أننا لم نأخذ فاصل في منتصف الحلقة. أستاذ محمد إلهامي، أشكرك جزيلا على كل ما تفضلت به، متمني لك التوفيق إن شاء الله ودوام النجاح في هذا المجال وخدمة الحضارة الإسلامية والتاريخ العربي والإسلامي. الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أستاذ محمد إلهامي، شكرا مرة أخرى. شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء الخاص. شكرا لفريق العمل، وأتذكروا دائما: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.